الحاج علي أحمد الجعيدي من قرية الجعيدي الواقعة بين مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، يعتمد على الرعي لمواجهة تكاليف حياته وأسرته. يقف في حالة ذهول وصدمة جراء انفجار لغم زرعه الحوثيون في مزرعة جوار منزله بالقرية، وأدى لمقتل 30 شاة من أغنامه. وربما كان يفكر بأن اللغم التالي قد ينفجر فيه أو بأحد أفراد أسرته، وربما كان شاردا في كيفية العيش بعد إبادة السلالة الهاشمية لأغنامه. وتلك هي حياة آلاف السكان في المناطق المحررة من الحوثيين المليئة بحقول ألغامهم الإجرامية. اللغم الذي انفجر بالمواشي لم يكن وحيدا، فسرعان ما هرعت فرق هندسية للجيش الوطني إلى مكان انفجار اللغم، وكشفت عن شبكة ألغام كاملة في الحديقة ومتقاربة بشكل يجعل سكان القرية كلها في خطر محدق، ما جعلهم يدعون الجيش الوطني لملاحقة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. المواشي الذي يعيش فيها جميعا خلصها عبد الملك، جميعا خلصها. الملح الذي لابو أجوز ما يأكلها ويدي نفسه مدري في غار دير، لكن أسأل الله جل قدرته في هذا اليوم إن الله يسلط عليه كما سلط على أخيه وقتلوه. في ميدي تكشف قصة الجعيدي عن إجرام الإمامة العنصرية المتربص بحياة السكان فيها إلى الأبد، حيث تتوالى انفجارات اللغام رغم نزع الجيش أكثر من 10,000 لغم حتى الآن من برها، ومئات الألغام من بحرها وسواحلها. قيادي عسكري بالمنطقة الخامسة في ميدي قال أثناء تفجير آلاف الألغام قبل أيام إن حقول الألغام الحوثية لا تستهدف الجيش بل تستهدف السكان وحياتهم بالدرجة الأولى. نحن باستطاعتنا أن نتجاوزها وأن ننتزعها من الأرض وأن نؤمن رجالنا ومقاتلينا، لكن نحن نخشى من هذه الألغام التي يزرعها الحوثيون زراعة الموت لمستقبل رعاة الغنم ورعاة البقر ورعاة الإبل والمزارعين والفلاحين وحتى الناس وحتى السير. مراقبون يقولون إن استمرار انفجار الألغام بالسكان في المناطق المحررة يحتم على الحكومة تطوير استراتيجية فعالة وسريعة بموارد كافية لنزع الألغام من المديريات التي حررها الجيش الوطني، والتأكد من خلوها من كافة أنواع الألغام قبل عودة السكان إليها.